أهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها للحديث عن عودة انتشار وباء الكوليرا في عدد من المحافظات وعجز القطاعات الصحية عن تجاوز هذا الانتشار. في تعز أعلن مكتب الصحة عن وصول حالة الاشتباه بالكوليرا إلى 10,000 حالة، من بينها 600 حالة إصابة مؤكدة، بالإضافة إلى 32 حالة وفاة، فيما توفي نحو 15 شخصا وأصيب نحو 150 آخرين جراء تفشي الكوليرا في مديرية عتمة بذمر. وناشد الأهالي كافة المنظمات الدولية والمحلية المعنية بمكافحة الوباء التنبه لخطر تفشيه في المنطقة والقيام بزيارتها والمسارعة في إرسال الفرق الطبية لاحتواء الانتشار والحد منه. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نقف عند هذا الموضوع لنناقشه في محورين: من ينقذ المصابين من تزايد انتشار الوباء ومضاعفاته؟ وأين دور الجهات الصحية والمنظمات الدولية للحد من عودة التفشي؟ لا يمر يوم على هذه الأرض إلا وهناك ضحايا كثر، ليس فقط بسبب القتال والمواجهات العسكرية الممتدة خارطتها، بل وبسبب وباء الكوليرا الأشد فتكاً بمصابيه. شعور مخيف يخيم على المناطق التي ترتفع فيها نسبة الإصابات بهذا الوباء، لا سيما في صنعاء وتعز والحديدة وحجة وعدد من المناطق الريفية التي تشهد تدهوراً للقطاع الصحي. في الجديد أعلن مكتب الصحة بتعز عن وصول حالات الاشتباه بالكوليرا إلى 10,000 حالة، 600 منها إصابتها مؤكدة، بالإضافة إلى 32 حالة وفاة. أبناء المناطق الريفية في تعز ناشدوا السلطات المحلية والمنظمات الإنسانية بالعمل على إيجاد مراكز لمكافحة الكوليرا في المناطق الريفية، خصوصاً في ظل الانتشار الواسع للوباء. محافظة ذمار لم تسلم من الانتشار المرعب للوباء، حيث توفي نحو 15 شخصاً وأصيب نحو 250 آخرين في مديرية عتمة وعدد من المناطق المجاورة. وقالت مصادر محلية إن الوباء تفشى في المحافظة بشكل متسارع ليشمل عدداً من القرى دون أن تحرك الجهات المعنية ساكناً تجاه هذا الانتشار. عشرات المصابين بهذا الوباء يقاسون الموت ولا يجدون أي رعاية طبية كما يؤكد المواطنون، وهي دائرة لم يستطيعوا الخروج منها، خاصة في ظل عدم مقدرة القطاع الصحي على مواجهة الكم الكبير من الحالات المصابة. مناشدات عديدة يوجهها الأهالي وكافة القطاعات الصحية في المحافظات المختلفة لمكافحة الوباء والمسارعة في إرسال الفرق الطبية وفرق الاستجابة الطارئة وتوفير الأدوية والمستلزمات لإنقاذ المصابين. نبدأ النقاش مع ضيفتنا من تعز، الطبيبة أسمهان علي في مستشفى الثورة في المحافظة. أهلا بك دكتورة أسمهان. أهلا وسهلا أخي. عفوا، اهلا وسهلا فيكم. ان شاء الله. اهلا دكتور اسماء، لو تحدثنا في البدايه عن اسباب انتشار الوباء مره اخرى على هذا النطاق الواسع في محافظه تعز. اخي، منذ اكثر من شهر ونحن وانتم تستضيفون على قناه بلقيس، وللامانه كنتم من اولى القنوات التي اطلقت النداء بخصوص انتشار مرض الكوليرا، ومنذ شهر لم يتغير شيء في واقعنا سوى ازدياد حالات الوفيات التي تزداد بشكل يومي، وحتى الاحصائيات التي سمعتها الان في التقرير، هذه الاحصائيات اذا كانت لقبل يوم الى اليوم هذا ازدادت الارقام. طبعا الاعداد تزداد بشكل مخيف. التهميش من قبل المنظمات الدوليه والداعمه ما زال متواجد. انهيار المنظومه الصحيه ما زال متواجد. انهيار منظومة الصرف الصحي والطفح المجاري في الشوارع ما زال في كل يوم في تزايد مستمر. ايضا هطول الامطار والمياه الراكدة هذا ايضا يساعد على انتشار المرض والاوبئة والقمامات المنتشرة في الاماكن، الذباب الذي يتزايد في كل مكان، المياه الغير صالحة للشرب. الحقيقة ابرز مشاكلنا في تعز اصبحت المياه الغير صالحة للشرب أو حتى الاستخدام في أغراض أخرى، لأن هناك توجد مياه ملوثة في تعز، مياه لصالح الشرب أصبحت منها باهظ جدا،
وأصبح غير قادر المواطن العادي على اقتناء هذه المياه. أضف إلى أن الصرف الصحي المنظومة منهارة تماما نتيجة الحروب التي مرت بها المدينة، اللي هي الأنابيب الصرف الصحي مدمرة، واقع النظافة في المدينة منهار، ما بين فترة وأخرى يقومون بأعمال تنظيف ولكنها غير كافية لاحتواء كل القمامة، حتى أن مقالب القمامة ليست مقالب مهيئة، لأن المقالب التي كنا نرمي إليها القمامة هي الآن تحت سيطرة ميليشيات الحوثي، فأصبح حتى عدم وجود مقلب حقيقي ينفع لرمي القمامة به دون أن يصل الوباء إلى المدينة. الوضع الصحي متدهور جدا، المستشفى الوحيد الذي ما زال قادر على استقبال الحالات هو المستشفى الجمهوري، يعاني من ضغط كبير كبير جدا جدا جدا. منظمات الدولية لا توجد غير منظمة الصحة العالمية واليونيسف، والتي ما زالت تقوم بدراسات وتجهيزات حسب ما أفادنا أحد العاملين في هذا المجال والقريب من هذه المنظمات، قال أن هناك ما زالت دراسات وتجهيزات للتدخل بشكل واسع، ولكن طبعا هذه الدراسات لم ترى النور بعد، ولا ندري متى ستدور هذه الدراسات، لأنه كل يوم تأخير يزداد انتشار الوباء أكثر وأكثر. فنحن من هنا وعبر قناتكم نناشد الأمم المتحدة، نناشد اليونيسيف والصحة العامة والصحة العالمية أن تسارع بالتدخل لاحتواء هذا الوباء، لأنه كلما توسعت رقعته كلما كان السيطرة عليه أصعب، وكلما كانت التكلفة والثمن البائض الذي يدفعه المواطن من حياته وسوف يكلف الدولة والمعنيين والمنظمات الداعمة أكثر وأكثر، لأن الوباء كل يوم ينتشر. مستشفى الثورة، مستشفى الجمهوري عفوا، يطلق آلاف النداءات بشكل يومي، أصبحوا الغير عاملين غير قادرين على استيعاب الحالات التي تعج بها الطواريد والدهاليز المشفى، حتى داخل المشفى أصبحت الاهتمام بالنظافة على مستوى المستشفى أصبحت غير يعني لا ترقى إلى مستوى ما يجب أن يتعاملوا به مع كوليرا وهو مرض مرعب مثل مرض الكوليرا. نريد من هذه المنظمات الدولية أن تساعدنا في كلورة المياه، العمل على كلورة المياه، تقديم الأدوية اللازمة والدعم الفني للطواقم الصحية لتقديم خدماتهم للمرضى الوافدين إلى المستشفيات. طيب ستبقي معنا دكتورة اسمهان، ورحب بضيفنا من صنعاء أيضا الدكتور وليد الثجيري، طبيب متخصص في الترصد الوبائي. أهلا دكتور وليد. أهلا وسهلا، السلام عليكم ومساء الخير لكم جميعا. وعليكم السلام دكتور وليد. إذا جهود كبيرة تبذل لإيقاف انتشار الكوليرا، لكن في المقابل لا تستطيع الجهات القضاء على هذا الانتشار، ما الأسباب التي تحول دون عدم مقدرة القطاع الصحي من القضاء على هذا الوباء؟ نعم أخي الكريم، إذا ما سمحت لي في البداية أن أعطي نبذة بسيطة عن الكوليرا، حيث أنه إسهال مائي حاد يحدث للشخص ويفقده سوائل الجسم ويؤدي إلى تدمير وظائف الكلى، ويمكن أن يسبب الوفاة في ساعات إذا لم يتم تعويض الجسم بالسوائل اللازمة وإعطائه العلاج اللازم. أنت تكلمت معي عن الأسباب، ونحن كأطباء كنا دائما في الموجة الأولى كنا نتخاطب مع وزارة الصحة ومع منظمات المجتمع المدني أن نبحث عن سبب الوباء، لا أن نعالج الحالات كما هي. كنا نقول على الأقل نبني فرضية أسباب ونثبتها أو ننفيها، لكن ما كان يتم هو أنه نعالج الوضع، نقضي على الوضع، نسعف الحالات، نقلل من عدد الوفيات، ولذلك وصلنا إلى الموجة الرابعة. إذا ما سمحت لي في أن أعطيك بالأرقام، في 2019 فقط أو في الموجة الرابعة كم عدد الحالات؟ عدد الحالات المبلغة وصل إلى 150 ألف حالة ويزيد، عدد معدل الإصابة لكل 1040، معدل الإماتة 19%، المحافظات المتأثرة 28 محافظة، المديريات المتأثرة 290 مديرية، بما يعني 87% من إجمالي مديريات الجمهورية اليمنية تأثرت بالانتشار الرابع والوباء الرابع الموجة الرابعة. عدد الحالات المؤكدة بالفحص الزراعي وصل إلى 2000
و400 حالة مؤكدة، وهذه عدد الحالات التي تصل أي أن أكثرها لا تصل، مما يؤكد بشكل كبير على وجود فعلا الموجة الرابعة من وباء الكوليرا. إذا ما حكيت لك عن الأسباب، أخي الكريم، من وجهة نظرنا كمترصدين وبائيين وكأطباء في صنعاء، فسأقول لك أن موسم الأمطار المبكر الذي حدث في معظم محافظات الجمهورية، أيضا زيادة الوعي لدى الناس بحيث أنهم بدأوا يسعفوا الحالات إلى المستشفيات وإلى مراكز معالجة الإسهال المائية وزوايا الإرواح، حيث أن الناس سابقا لم يكن يتوفر لهم الوعي الكافي لإسعاف الحالات الإسهال المائية، فكانوا معظم الحالات أو نقول عدد من الحالات يتوفون في المنزل دون تقديم أي عون أو مساعدة طبية. أيضا نعود للسبب الثالث، إلى أن فريق الترصد الوبائي قد وصل إلى مديريات وقرى بعيدة في معظم محافظة الجمهورية، مما ساعدهم على أيضا تسجيل الحالات. لكن يا أخي، تظل هذه كلها أسباب مقترحة وليست أسباب مؤكدة أو فرضية فرضناها لأنفسنا كجهات حكومية وكمنظمة دولية ثم نثبتها أو ننفيها. طيب، سأعود لك دكتور وليد. الدكتورة أسمهان، قلت أن الإحصائيات في تغير مستمر ومتصاعد للأسف، يعني ما هي آخر الإحصائيات المتوفرة لديكم في مستشفى الثورة؟ آخر الإحصائيات التي وصلت لنا هي 40 حالة وفاة، والمؤكدة هي 500 كما أصابتم في التقرير، والحالة المشتبه بها 18,000 حالة. لأنه كان عندنا هنا أنه 10,000 حالة وصلت إلى 18,000. طيب، قلت لك لا، لم يتغير شيء في وضعنا سوى زيادة أرقام الوفيات وإحصائية المشتبه. طبعا في دول العالم إذا كانت 12 حالة يعلنوا حالة التأهب والاستيعاب، يعني يستنفروا الناس في الدول التي تعلن 12 حالة تكون مؤكدة. إحنا وصلت عندنا 500 حالة مؤكدة، رغم ذلك الدولة تبذل جهود. إننا طبعاً نقدرش أقول لك إن الجهود المبذولة هذه كافية لإحتواء الوباء، لأنه يجب في هذه الحالة دعم المنظمات الدولية. هو أنا دكتورة أسماء كنت سأسألك عن هل لمستم أنه هل لمستم أي تعاون من المنظمات الدولية والجهات المعنية المحلية؟ ما طبيعة الجهود المقدمة في الفترة الحالية؟ يا أخي، جهود متواضعة، جهود خفيفة. المنظمة المعول عليها اللي قلت لك إنها ما زالت في مرحلة دراسة للوضع وإعداد دراسات واستراتيجيات، وبالتالي هذه الدراسات لا ندري متى سترى النور، متى سنستشف على أرض الواقع المكافحة الحقيقية في مجال، كما قلت لك لحد الآن لم تنتشر فرق كلورة المياه في المنازل، في الآبار، في لا يوجد كلورة المياه. المنظومة الصحية ما زالت منهارة، ايضا منظومه الصرف الصحي منهاره، انتشار القمائم في المدينه، مياه الشرب تكاد تكون منعدمه وان توفرت باسعار باهظه جدا. ايضا المنظمه الصحه لها دور في مجال الكلوره قلت لك، ومجال توفير الادويه والتعاون مع الطواقم الطبيه ومجلس العون لهم لاجتياز هذه المهنه. نعم. طيب، أعود مرة أخرى للدكتور وليد. دكتور وليد، بالنسبة للعوائق التي تواجهكم أثناء عملكم في الحد من انتشار الوباء. نعم أخي الكريم، فقط أريد أن أنبه لأن عدد الوفيات التي وصلت إلى صنعاء نجيب هذا الكورة هي 131 حالة، 54% منهم من الإناث و 46% كانوا من الذكور، و 55% من حالات الوفيات هم كبار السن أي أكثر من 60 سنة. العوائق سيدي الكريم، المراكز معالجة الإسهالات المائية وزوايا الإرواء التي كانت مفتوحة وتدعم من وزارة الصحة والمنظمة الدولية ليست هي نفس العدد الذي يشتغل الآن، لذلك ندعو من خلالكم إلى إعادة فتح جميع مراكز معالجة الإسهالات المائية وزوايا الإرواء، إعادة فتحها كما كان ضمن موجة الوباء الأول، لأنه تصل أعداد كبيرة إلى مركز الكلى في مستشفى الثورة والمستشفى الجمهوري.
بصنعاء، حتى ان القدره الاستيعابيه تفوق بكثير الحالات التي تصور، ويضطر الى تحويل الحالات في 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 وقت مبكر. بعض الاحيان في الصباح، في الصباح الباكر ما يصل الى الساعه 10 صباحا الى وامتلأ مركز الكلى وبداوا بتحويل الحالات الى مراكز اخرى. ايضا في صنعاء مراكز معالجه الكوليرا كمركز ازال ومركز السبعين ومركز عبد العزيز عبد الغني ممتلئه تماما. انت لا تتخيل الوضع، ولكن لو كان في صور من مراكز لا تقدر حتى ان تمشي في الممر، الحالات مرميه حتى على الارض على الرصيف، على رصيف ورف المرضى. هذا عائق. عدم اعاده فتح جميع مراكز معالجه الكوليرا وزوايا الاضواء هذا عائق رقم واحد. العائق رقم اثنين تاخر وصول الادويه. كما قالت الدكتوره المشاركه معنا برنامج الممتاز، تظل المنظمات تقول انها في مرحله دراسه الوضع وتقييم وما اليه، ونحن نريد هنا استجابه طارئه، اي نبدا بالمعالجه في مرحله الاستجابه الطارئه لا ننتظر مراحل التقييم ومراحل الدراسه، لانه الموضوع طارئ. الشيء الثالث اللي ذكرته في البدايه ايضا، نحب ان ندعم هذا البرنامج ان نبني فرضيه للاسباب، نبني فرضيه للاسباب بحيث انه نعمل على اثباتها او نفيها. ايضا السبب الرابع اخي الكريم، احب ان انوه الى انه يجب ان يكون هناك جهد وتكاتف اكبر بين الصحه والمياه والصرف الصحي، ان يشتغلوا على خط واحد. الصحه تعالج الحالات، والاصحاح البيئي والمياه والصرف الصحي يعالج اسباب الحالات. كون الاسباب انه التدرج في العراء وعدم وجود نظام تصريف صحي في معظم مديريات الجمهوريه خاصه الريفيه، يؤدي الى انه المجاري تكون ايش في الشوارع او على حواف الجبال. ياتي موسم الامطار يجرف كميه المخلفات الصرف الصحي الى مصادر المياه او منابع المياه، وبالتالي ياتي الناس ليشربوا هذه المياه الملوثه طبعا دون تعديل او حتى غليان، يؤدي الى اصابتهم بهذا القدر من الاصابه. الشيء الاخير الذي ادعوه هو انه الكادر الصحي الذي تدرب خلال الفتره الاولى يبدو انه لم يعد كاملا، لم يعد هو نفسه الذي يعالج الحاله، كون الحاله تدخل في مضاعفات صحيه ومضاعفات الفشل الكلوي بسرعه، مما يعني انه الكادر الصحي الموجود حاليا غير مدرب على الكيس مانجمنت، على معالجه الحالات بالطريقه الصحيحه طبقا للدبليو اتش او جايد لاينز. طيب سعد لك دكتور وليد. دكتوره اسمهان من تعز، ما هي الاحتياجات الحاليه لكم والطارئه الان؟ نريد الاسراع في كلوره مياه الشرب، ايضا امدادنا بالادويه الخاصه بمعالجه امراض الكوليرا وهي عباره عن محاليل، وايضا مساعده الاطقم الطبيه من حيث التدريب والتاهيل والمساعده لتقديم خدماتهم الطبيه على مستوى الدوله. يجب ان تسرع الدوله بتحسين الخدمات، التخلص من القمامة المنتشرة في المدينة وتحسين حالة الفرق الصحي، وأيضا يجب أن تفتح أكثر من نقطة إرواء في أكثر من مكان، لأن المريض أحيانا إذا كان يبعد عن المسافة بعيدة عن مكان الإسعاف فإنه قد يصل بحالة بكل تأخير يجعل المضاعفات أكبر على المريض على المصاب بالكوليرا. ايضا اكثر من نقطه ارواء نريد، وان تستقبل جميع مستشفيات المدينه ان تعلن الاستنفار العام لاستقبال الحالات دون استثناء، وانتشار النقاط في المراكز وحتى على مستوى المراكز الطبيه البسيطه، الاهتمام بالمياه الشرب، توفير مياه شرب صالحه للاستخدام الادمي. شكرا جزيلا لك يا دكتوره اسمهان علي من تعز، طبيبه في مستشفى الثوره. اعود للدكتور وليد. دكتور وليد، إمكانية احتواء والحد من انتشار الوباء في ظل الظروف الحالية بحكم تخصصك في الترصد الوبائي. دكتور وليد، ألو، دكتور وليد تسمعني؟
ايوه نعم. سؤالي لك عن إمكانية احتواء والحد من انتشار الوباء في ظل الظروف الحالية بحكم تخصصك في عملية الترصد الوبائي. نعم أخي الكريم، أحب أن أنوه لك وللمشاهدين الكرام أن مرض الكوليرا صحيح أنه يسبب الوفاة في ساعات، إلا أنه مرض ليس خطير. حيث أن نقول عن المرض خطير هو أنه ينتشر بسرعة وعن طريق الهواء وتبدا اصابات متتاليه، هنا نقول انه مرض خطير، لكن المرض الكوليرا بالاساس مرض ليس خطير، والبكتيريا المسببه له الكولين بكتيريوم ايضا ضعيفه، تموت من ابسط تعجين، من ابسط صابون، من ابسط غليان المياه لمده 5 دقائق، حتى غليانها تحت الشمس قد ربما يؤدي الى وفاتها، حتى تتخيل معي تبريد المياه تحت درجه الصفر يؤدي الى موت هذه البكتيريا. فالبكتيريا المسببة للكوليرا بشكل عام ليست خطيرة، يعني أن الوقاية منها يتم بسهولة تامة إذا فقط ما اهتمينا بالنظافة الشخصية وصل بين تعليم المياه، هنا نكون قد ضمننا إلى حد كبير تجنب الإصابة بهذا المرض. وعودة إلى سؤالك، فإن أهم ما ينبغي عمله لتجنب هذا المرض هو كما قلت لك تكتف الجهود فيما بين الصحة والمياه والصرف الصحي، لأن المشكلة هنا هي مشكلة مياه. طيب دكتور وليد، بالنسبة للجهات الدولية والمنظمات الدولية هناك بالتأكيد احتياجات طارئة لكم، هل تفي هذه المنظمات بهذه الاحتياجات؟ نعم، هناك جهود كبيرة مبذولة من وزارة الصحة ومن المنظمات الدولية، لكن ليس بالمستوى الكافي كما كانت في الموجة الأولى، لهذا ندعو من خلالكم إلى أن تعود الجهود نفس ما كانت في الموجة الأولى، لأن الوضع يعني خطير وجدي. أيضا دائما أحب أن أنوه إلى أنه إذا ما كان هناك أيضا تعزيز للمياه والصرف الصحي في هذه المناطق، تعزيز بناء نظام صرف صحي متكامل سواء في العاصمة أو خارجها، تعزيز سلامة ومأمونية المياه عن طريق التوعية، نكون بهذا قد قطعنا شوطا كبيرا، وخصوصا اذا عرف ان معظم الحالات تاتي من امانه العاصمه وصنعاء تليها اب وعمران. اذا مركزنا على هذه المناطق موجه رابعه كبيره نكون قد قطعنا شوطا كبيرا في معالجه الموجه الرابعه من الكوليرا. اشكرك جزيلا دكتور وليد الثجيري الطبيب متخصص في الترصد الوبائي، كنت معنا من صنعاء، والشكر ايضا موصول لكم مشاهدينا الكرام. في الختام تحيه طاقم البرنامج ومنتج حلقه اليوم محمد عبد المغني، في امان الله.